مشروع اليوم قهوة انفتحت لنجاحنا بالعروضات يلي قدمناهم ببيروت وبالتبينه وبجبل محسن وبالقبة. جمعية مارشي اللي قررت تفتح لنا هيدي القهوة فتحت لنا لباب التبينه وجبل محسن. اهلا وسهلا فيكم، نحن بنشكر كثير حضوركم، نتمنى هيك التجربه نحن اللي لقيناها تصير مع كل الشباب جبل محسن باي باب التبينه لحتى يدوقوا اللي نحن دقناه ويعرفوا انه ما في فرق بيناتنا. المسؤوليه علينا كلنا ندعم هيك افكار وندعم هيك مساحات تفاعل لحتى يزوروا هول المناطق ويوقف في فيهم ظلم وفقر وتهميش. تجربة كتير حلوة اللي أنا مرقت فيها بطرابلس، وأنا كنت مارق فيها تجارب عين الرماني، بس مارق فيها مثل ما مرقوا فيها الشباب، يعني كانوا عم بيعانوا، كانوا عم بيقاتلوا، كانوا عم بيحاربوا. هون طلع عندي المسألة عن الجبل. شو جبل ما جبل؟ شو جبل ما جبل؟ البيت. ما بتعمل؟ بنام أول شيء. طب بترك كل شيء بإيدك طلع عندي. من الزواج من عمو مسي شو بتترك من ايدي؟ سلام الوطن بطل يطفو صوتي لأن الفرق بيني وبينهم هو الفرق وكتير بسيط هني لحن رصاص وكسف ونرحن على هيدا البيت بقعد وقضية بكتب وهن بيكتبوا خطابات أنا عشقي للهيب هوب وهن عشقوا الهروبات هن بيعدوا على الكلسوني عشاقهم كل حروب وقضونا الحرب لهم بالكلام. في دادة في شغب واخيرا لقينا شغب انه انا عم بقول لك قرروا يفتحوا لنا قهوه ونحن رح نديرها كل في ايفيد وفي شغب لكن فاتحين القهوه عم نفوت نكسر ونطلع اليوم بس احكي معك بس حولي انزحش